مشاهدينا اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج بكل هدوء معكم عماد الصديق. في الحلقه النهارده هنتكلم على مجموعه من الاحداث اللي حدثت بالفعل خلال الاسبوع الماضي. واول حدث هنتكلم عليه هو الحدث العالمي اللي العالم كله بيتفرج عليه، كاس العالم. طبعا احنا كمصريين فرحنا وكنا سعداء جدا ان احنا وصلنا كاس العالم بعد فترة طويلة جدا من سنة 90، وده اندل فيدل على ان احنا كمصريين وطنيين بنحب بلدنا، عاوزين نفرح للمنتخب المصري ونفرح المصريين واحنا كلنا نبقى مبسوطين وسعداء بوصول فريقنا لكاس العالم. امبارح للأسف الشعب المصري بات حزين زعلان من اللي حصل نتيجة الهزيمة التقيلة اللي اتغلبنا 3-1 من روسيا، وكنا طبعا متمسكين في الشوط الاول والشوط الثاني بدأ يحصل انهيار، والنتيجة وصلتنا ان احنا طبعا مش هنقدر نكمل في كاس العالم وهنطلع من الدور التمهيدي او من دور 32. احنا لا احنا اول فريق يطلع ولا اخر فريق يطلع، وده شيء طبيعي. ما احنا هيطلع 16 فريق، نص اللي موجودين 32 هيطلع منهم 16 فريق، مصر واحد من ال 16 فريق. ده مش ده الموضوع، يعني ده رياضه، مكسب وخساره، واي حد بيفهم في الكوره يقول لك احنا ممكن نكسب ونخسر ونتعادل، يعني احنا ما فيش فريق بيخسر على طول او بيكسب على طول. لكن المشكله في اداء الفريق نفسه، الاداء الدفاعي اللي كان بيلعب فيه. طبعا انا مش خبير في الكوره عشان اتكلم، لكن اتحاد الكوره والمنظومه في مصر في اداره ملف كره القدم في مصر المفروض ان هي تطور نفسها، يبقى عندها نوع من انواع التطوير واتخاذ القرارات اللي تخلي لعبة الكرة، كرة القدم اللعبة الأولى في العالم، تبقى متعة عند المصريين، خصوصا إن احنا 100 مليون نسمة، مفيش عندنا مهاجم يلعب مهاجم صريح مع محمد صلاح. يعني أنا على قد فهمي في الكورة، يعني احنا 100 مليون مفيش عندنا فرود يلعب. يعني المفروض إن يبقى فيه نظام وفي أسس بتعملها اتحاد الكورة عشان الفترة الجاية يبقى عندنا فريق قوي متكامل متماسك، ما يبقاش عندنا فريق مجرد ان احنا نوصل كاس العالم نبقى ان احنا يعني ضيوف شرف. لكن كل اللي انا عايز اقوله ان احنا امبارح كل المصريين اللي بيحبوا بلدهم بلا استثناء كانوا زعلانين جدا، ولدرجة ان يعني في ناس يعني الضغط عندها عالي، وفي ناس السكر عندها عالي، وفي ناس كانوا زعلانين جدا، لان احنا كنا عايزين مصر يعني على الاقل يعني سجل مجموعة من الاهداف الحلوين، سجلها جون حلو، ما يبقاش حتى الهدف اللي احنا جبناه هدف من ضربة جزاء. يعني انا مش عارف اقول ايه في موضوع كرة القدم، لكن انا عايز اقول لاتحاد الكورة ان انتوا بيتوا المصريين امبارح زعلانين، وكل الشعب المصري كان حزين جدا بسبب اللي حصل من المنتخب المصري امبارح. ورغم ان انا يعني بحيي برضو اللعيبة دول لان هم فرحون ان هم وصلونا لكاس العالم، ما وصلناش من زمان كاس العالم، لكن كنا عايزين اداء مشرف، ويعني نقدر ان احنا نقول ان احنا عندنا فراودة وعندنا فريق قوي يقدر ينافس الفرق القوية اللي موجودة في كاس العالم. وبعدين احنا المجموعة بتاعتنا كانت مجموعة متوازنة وما فيش فيها يعني البرازيل ولا فيها الارجنتين ولا فيها فرنسا، يعني فرق متوازنة مش فرق من الفرق اللي احنا كان ممكن ان احنا يعني نخاف منهم ونقول ان دولت ممكن كانوا يكسبونا مثلا سكور عالي او 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 يعني مش عارف. لكن احنا كعرب حرب بين المصريين والسعوديين، طب يا ريت كنا احنا والسعودية كانت كسبت اوروجواي وكسبت روسيا، واحنا كنا كسبنا اوروجواي وروسيا وكنا وصلنا احنا والسعودية، بالعكس احنا كنا نبقى سعداء. لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، عايزين بقى نتعلم من الاخطاء بتاعتنا. المحامي عمرو عبد السلام عاوز يسأل يعني ايه الفوضى اللي حصلت هناك في الفندق بتاع المنتخب المصري.
طبعا احنا شفنا هناك مشجعين وشفنا فنانين وشفنا اعلاميين وشفنا رجال اعمال وشفنا شخصيات عامه موجوده في الفندق. عاوزين حد يطلع يرد علينا، لان الشعب المصري كلنا عندنا اعتقاد ان الفوضى والضجه اللي حصلت هناك في فندق اللعيبه هو ده اللي شتت اللعيبه وما خلهمش يركزوا، لدرجه ان انا قريت خبر مش عارف يعني ده صح ولا غلط، محمد صلاح انفعل وقال ان عندنا ماتش بكره وما ينفعش التشتت والضجه اللي معموله في المنتخب، المفروض يبقى فيه هدوء وتركيز عشان المنتخب يركز اكتر وما يبقاش فيه نوع من انواع التشتت. نتمنى طبعا ان البلاغ اللي هو بقدمه الاستاذ عمرو عبد السلام المحامي يتم التحقيق فيه ويتم الرد عليه عشان المصريين حتى نفسهم يبقوا عارفين هل الضجه اللي حصلت هناك ديت في الفندق بتاع اللعيبه دي كانت السبب في الهزيمه، هل الاعلام بين ان في ضجه وكانوا اللعيبه منعزلين تماما عن المشاهدين والمشجعين. عاوزين نعرف برضه. قدر الله ما شاء فعل، ونتمنى التوفيق لفريقنا القومي في الفترات القادمه ان شاء الله، وان شاء الله يفرحونا، وده مش اخر المطاف، وان شاء الله باذن الله يعني نشوف ان شاء الله مصر في الكاس العالم القادمه باذن الله اذا ربنا قدر لنا العمر. الخبر الثاني افتتاح 14 مشروع خلال الفتره المقبله. طبعا في رمضان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان عشان رمضان وعشان كان الوقت ضيق ما كانش عايز يفتتح عده مشروعات كان وعد الشعب بيها، لكن هو في الفتره القادمه الافتتاح على راس تلك المشروعات الافتتاح النهائي لاكبر 3 محطات توليد كهرباء بالعالم ببني سويف والبرولس والعاصمه الاداريه الجديده. رقم 2 محطه ارميله 3 لتحلية مياه البحر بطاقة انتاجية 12000 متر مكعب يوميا. محطة الصرف الصحي بطاقة انتاجية 15000 متر مكعب يوميا بمدينة الحمام. محطة الصرف الصحي بمدينة الضبعة بطاقة انتاجية 14000 متر مكعب. محطة محولات الكهرباء شرق المطروح بالكيلو 29 طريق مطروح. رافع مياه الشرب لمدينة الضبعة الجديدة بطاقة 5000 متر مكعب يوميا. مشروع قناة الأسيوط. محطة مياه ديروت. عدة مشروعات قوية جدا. محطة مياه بمنطقة الوليدية. تطوير محطة كهرباء الوليدية. متحف سوهاج القوم. كوبري طما العلوي اللي بيربط بين الطريق الشرقي بالطريق الغربي. المنطقة الصناعية بمركز الخارجة بعد توصيل المرافق، عدد من المراكز الطبية والمستشفيات. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أنه خلال الفترة المقبلة سيجد الشعب المصري من الأمور التي تفرحه. عدة مشروعات قومية، دي مشروعات قومية يعني بتخدم البنية التحتية لمصر. لابد من مثل هذه المشروعات. يعني لابد ان احنا نعمل صيانه لمحطات الميه، لابد نعمل صيانه لمحطات الكهرباء، لان محطات الكهرباء دي مفتوحه وشغاله بقالها سنين ما اتعملهاش صيانه. لازم نعمل صيانه لمحطات الكهرباء، لازم نعمل صيانه لمحطات الميه عشان ما نقومش على كارثه، نقوم ان الميه قطعت، نقوم ان الكهرباء قطعت، نقوم ان الغاز مش موجود. المشروعات العملاقه ديت اللي هي بتخدم البنيه التحتيه ديت لابد كان من فترة طويلة مش دلوقتي ان احنا كنا نعمل هذه المشروعات، علشان زي ما انتم شايفين كده الطرق لما بتتحسن بتسهل المواصلات. الطريق اللي كنا بناخده في 4 ساعات لما الطريق يتحسن ويتعمل له يتسفلت كويس ويتعمل ليه صيانة ويتعمل ليه ترميم بيتاخد في وقت قليل، فده اقتصاديا بيوفر في مجهود الانسان او بيوفر في مجهود المواطن المصري نفسه، واقتصاديا بيحسن له المعيشه. يعني لما يبقى في كهرباء كويسه ما تقطعش
زي ما احنا شايفين دلوقتي، ده كويس. لما يبقى فيه ميه ده برضو شيء كويس، ان انت عندك ميه وعندك كهرباء وعندك خدمات موجوده ومش ما بتتقطعش او ما بتبقاش فيها خلل. ده اللي احنا عايزينه الفتره الجايه من الحكومه، ان هي تستمر في البنيه التحتيه اللي موجوده. البنيه التحتيه دي مهمه جدا، مهمه مهمه جدا، اهم حاجه، لان لما يحصل صيانه وتطوير في البنيه التحتيه الاستثمار الخارجي هيجي لنا، لان النهارده الاستثمار الاجنبي مش هيجي لك الا لما يلقى فيه طرق كويسه، مش هيجي لك الا لما يبقى فيه كهرباء، محطات كهرباء كويسه، مش هيجي لك الا لما يلاقي فيه صرف كويس. انما شبكات متهالكه يبقى مفيش استثمار. واحنا طبعا ده شيء جميل خلال الفتره اللي فاتت ان في شغل في البنيه التحتيه. نتمنى ان شاء الله ان يبقى في شغل اكتر واكتر، عشان مصرنا الحبيبه دي احنا بنحبها، فعايزين اقتصادها يبقى قوي، عايزينها تبقى قويه. وبعدين الفتره اللي جايه دي فتره شغل وفتره عمل وفتره بناء. اللي مش هيشتغل ما يجيش يسال، اصل انت ما بتشتغلش، انت واحد ما بتشتغلش، يبقى عايز تصرف منين؟ عايز يجي لك دخل منين؟ انت كواحد مصري قاعد 24 ساعه ما بتشتغلش، طب هيجي لك دخل منين؟ ما فيش دخل. فما تسالش تقول انا اتخرجت النهارده وعايز حد يشغلني، مفيش حد هيشغلك، انت تشغل نفسك بنفسك. يعني انا مره في من مرات قاعد على كافيتيريا من الكافيتيريات، وبعدين واحد قاعد جنب مني شاب صغير، فبقول له انت شغال في ايه؟ قال انا شغال في حاجه لا تتخيلها، افكار خارج الصندوق. اللي بيفكر خارج الصندوق دايما بينجح. فبقول له ايه؟ قال انا جالي مره دور كحه وتعالجت عند الدكاتره كتير، وبعدين الدكاتره كتبت لي علاج كتير وما خفتش. ففي الاخر رحت الواحد بتاع اعشاب، عطار يعني بتاع عطاره، فاداله اكياس كيس كده فيه ورق جوافه، فيه ورق جوافه، ورق جوافه معروف ان هو بيخفف الكحه وحاجه طبيعيه. فبيقول غليتها، وبعد ما غليتها شربتها 3-4 ايام والحمد لله خفيت. فبيقول خدت نفسي ورحت للراجل العطار، فراجل قاعد يعني الشاب ده قاعد ما بيشتغلش، فقال له انت بتستخدم ورق الجوافه ده كتير؟ قال له اه بستخدمه كتير. قال له طب لو جبت لك مثلا قد ايه؟ جبت لك طن. قال له جبت لي 3 طن خدهم. فبيقول خد نفسه وراح لمزارع الجوافه اللي موجوده في المنطقه بتاعته. فالراجل بعد اي واحد صاحب مزرعه بعد ما بيجمع الجوافه بتاعته والمحصول خلاص، بيبقى عايز حد ينضف له الشجر ده وينضف له الورق ده، عشان صحيا كمان، عشان ايه الشجره نفسها تفوق يعني. فراح للراجل اللي هو بتاع المزرعه فقال له انا عايز ورق الجوافه بتاعك ده. قال له طيب خش خده. خده ببلاش، خد ورق المزرعه كله ببلاش بتاع الجوافه كله، خده ووداه للراجل. الراجل قال له نشفه واغسله ونشفه وهاتهولي. باع له، كان بيبيع له الورق الطن بتاع ورق الجوافه مش عارف كان ب 3000 جنيه او ب 3000 ونص، في اقل من حاجه بسيطه جدا. فكره وصلت للشاب. وبدا بعد كده الراجل العطار يقول له هات لي ورق زيتون، يروح يجيب له ورق زيتون من المزارع، ورق ما بيجيبلوش محصول، ما بيجيبلوش الزيتون نفسه، الورق. هات لي ورق كافور، يروح يجيب له ورق كافور. هات لي انا محتاج ورق مش عارف رمان، يجيب له ورق رمان. عطار وبيستهلك منه. ده فكرة جات له، وهو دلوقتي بقى راجل عنده مجموعة من العمال تحت ايده، وشغل ناس معاه، وده اشتغل وده اشتغل وده اشتغل، وعنده مجموعة من العربيات بتشتغل تحت ايده، عربيات بتسافر سينا تجيب له ورق زيتون، عربيات بتسافر مش عارف فين تجيب له ورق جوافة، وده بيجيب له ورق عنب، وده بيجيب له ورق ايه، وده بيجيب له ورق ايه. اشتغل في حاجة مجرد فكرة جات له خارج الصندوق، ما فضلش قاعد بقى مستني ان حد يجي يشغله، او ان الحكومه تبعت له عن طريق القوى العامله. مفيش الكلام ده دلوقتي. كل العالم دلوقتي بيطور نفسه، كل العالم كله النهارده كل واحد بيدور على الافكار اللي خارج الصندوق عشان يشتغل بيها، عشان يطور نفسه. فاللي هيشتغل هيعيش حياه كريمه، مش هيشتغل يستنى بقى دعم الايه الشؤون الاجتماعيه ودعم وزاره التضامن. وطبعا الدعم ده حتى لو الدوله دعمتك، هتدعمك في بطاقه تموين ولا هتدعمك في 500 جنيه اللي هم بتوع التكافل وكرامه، دول برضو مش هيعمل لك حاجه. فانت محتاج انت تشتغل، خصوصا ان احنا عندنا الشباب، سن الشباب عندنا تعدي 60%. يعني في دول بره لما عملوا التنظيم النسل
من سنين طبعا، يمكن من عشرات السنين، وصلوا المرحلة دلوقتي ان بقى تقريبا 80% من اللي موجودين في البلد نفسها بقوا سن فوق 50 سنة، 80%. فبقى عندهم ازمة في الشباب، لان هم عملوا تنظيم النسل من فترة طويلة، لكن احنا عندنا يعني وفرة في سن الشباب. فسن الشباب ده سن الطاقة، يعني لو انت ما استغلتش سن الشباب بتاعك ده هتستغله امتى؟ لازم انت فترة الشباب ديت احنا نستغلها. وبعدين النهاردة دلوقتي واحد عنده اسرة في 4 اولاد وبيشتغلش، طب انت جايب يعني طبعا الارزاق بيد الله، عشان مفيش حد يدخل يزايد ويقول لك الارزاق بيد الله، وربنا بيرزق الطفل هو جاي، ما قلناش حاجه. لكن انت اصلا راجل كسول، انت اساسا راجل كسول ما بتشتغلش، فراح جايب 4 و5 و6، ربنا هيرزقهم بس انت برضو ما انت سايبهم للزمن، سايبهم يتبهدلوا من هنا، وسايبهم يتبهدلوا من هنا، وسايبهم ما يتعلموش، وسايبهم ما يتعالجوش كويس، ولا يتعلموا كويس، ولا تحسن تربيتهم. انت جبت 4 عيال او 5 عيال، انزل اشتغل، ابذل مجهود، اللي معاه وبيشتغل وبتاع يجيب اللي هو عايزه. اللي ما معهوش راح يجيب 4 عيال ليه؟ ويرجع بعد كده يقول لك اصل ما فيش دعم، وما فيش الدوله ما بتشوفليش. طب الدولة هتشوف لك ايه وانت اصلا جاي ورايح جايب 5 عيال وقاعد ما تشتغلش؟ هتعمل لك ايه؟ هتعمل لك المعاش بتاع تكافل الكرامة، بتدعم لك بطاقة التموين، بتدعم لك، هي دي اللي هتعمله لك. تكافل الكرامة 500 جنيه وبطاقة التموين وبتاع، خليك هتاخد مرة الدولة مثلا حوالي 700-800 جنيه كفاية قوي، انما انت لازم تشتغل. في موضوع بعد كده عاوز اتكلم عليه، وموضوع مهم، التماسيح اللي موجودة في بحيرة ناصر. يعني في بحيرة ناصر فيها عدد كبير جدا من التماسيح، مفيش احصائية بتقول العدد كام بالظبط، لكن الخبراء قالوا تقريبا حوالي 40,000 تمساح، وال40,000 تمساح دول ثروة قومية لمصر. يعني العالم بره لما بيعرفوا عارفين ان عندنا تماسيح بيشتروا التمساح ده، بيشتروه بالدولار، يعني بيشتروه بالعملة الصعبة وعايزينه. احنا سايبينهم هناك في بحيرة ناصر، ما بنستفدش منهم، احنا مش ما بنستفدش من التماسيح دي. التماسيح دي بتستهلك اسماك، كل تمساح بيستهلك له تقريبا حوالي 25 كيلو اسماك. فتخيل 25 كيلو في 40,000 استهلك اسماك قد ايه؟ كميات كبيرة جدا. فانا بقترح، او في ناس كتيرة كمان يعني اقترحهم، ان التماسيح دي يتم نقلها بطريقة محترفة، يعني ناس خبراء ينقلوها ويبقى زي نظام مزرعة، يعني نعملها زي نظام مزرعة للتماسيح، نستفيد بها، نستفيد بيها لو في اي دولة بره محتاجة التماسيح ديت، محتاجة تمساح، محتاجة مجموعة من التماسيح، والتماسيح ديت تبقى زي نظام مزارع كده، وهي اصلها بتتكاثر وبتتناسل، فيحصل تكاثر، يبقى عندنا نوع من انواع المصادر، مصدر من مصادر التماسيح على مستوى العالم. وفي دول كتيرة بتيجي تطلبها، وفي دول كتيرة وناس متخصصين في 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 الصناعه دي، في صناعه التماسيح، سواء كانت لحوم او سواء كانت جلود او سواء كان اي حاجه. فبدل وجودها في بحيره ناصر ودوله ما بتستفدش منها وملهاش اي لازمه هناك خالص، غير ان هي بتلتهم الاسماك بتاعتنا، يعني لما كل تمساح بياكل 25 كيلو سمك في اليوم، يبقى عدد 40,000 تمساح ياكل قد ايه؟ المصريين اولى بالسمك ده على الاقل، ده بالاضافه لان هم كمان التماسيح نفسها يعني قيمه كبيره تتباع للدول اللي بتحتاجها. ده مجرد راي احنا بنوجهه لوزاره البيئه والمسؤولين عن الموضوع ده، يا ريت يهتموا بيه، لان ده موضوع مهم، وموضوع انا شايف ان في دول بره بتبقى محتاجه التماسيح ديت وما عندهاش التماسيح دي. الخبر اللي بعد كده، طبعا بعد زيادة الأسعار
او بعد الدعم زياده المواد البتروليه اللي حصلت اليومين اللي فاتوا دولت، بدا شركات الحديد تبدا تعيد تسعير الحديد بتاعها. فهنا في خبر اكد وكلاء الحديد والتجاره في مصر عدم معرفتهم بالاسعار الجديده لطن الحديد حتى الان بعد ارتفاع اسعار البنزين، مؤكدين انهم يبيعون بالاسعار القديمه حتى الان. هو في الحقيقه لحد دلوقتي يعني من يوم العيد لحد النهارده يمكن الحاجه الوحيده اللي شهدت ارتفاع في الاسعار هي الاجره بس، انما حتى الاسعار الثانيه لسه ما ظهرتش الزياده بتاعتها. واضاف ان اسعار الحديد من ممكن ان تشهد زيادات تدريجيه نتيجه الارتفاع التي ستشهده تكلفه النقل فقط، لكن طالما اسعار المواد الخام العالميه ثابته فان حجم الزياده في سعر طن الحديد لن يكون كبيرا. واشار الى ان الاسعار الجديده لن تعلن حتى الان. وتباينت اليوم اللي هو الاربعاء اسعار الحديد بالاسواق، وسجل سعر الحديد عز 12550 جنيه للطن، طبعا ما زادش بعد زياده لسه، وبشاي 12530 للطن، والمصريين 12540 للطن، والجيوش 12400. نتمنى ان كل التجار ان هم حتى لو رفع عشان نتيجه النقل يبقى يعني رفع بسيط، عشان احنا كلنا يعني كلنا مصريين وبنحب الشعب المصري، فكلنا نحافظ على بعض نحب بعض، لان الاصلاح الاقتصادي ده كان لابد منه، يعني كان لابد خطوات الاصلاح الاقتصادي دي كان لابد منها. ما هو انت النهارده ما ينفعش تفضل الدوله شايله دعم شايله شايله الدعم شايله 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 شايل. الدوله هتفلس، كان لازم خطوات الاصلاح دي ان هي يتم كان لابد منها، لابد ان الدوله تبدا في خطوات الاصلاح دي من زمان، يمكن من اكتر من 30 سنه كان المفروض الكلام ده كان يتم. لكن التغيير اللي بيحصل يعني كان دايما، حتى كان في مثل اجنبي كان دايما يقول ايه، هو شود اي تشينج، يعني ليه لابد ان انا اغير. لما يكون الوضع كارثي، يعني لما يكون احنا وصلنا لمرحله ان بقت الدوله مديونه وعجزت وبقت ضعيفه، لابد ان احنا نشيل عن كاهلها. في خطوات المفروض اولويات لازم تتم، لكن لابد كان من الخطوه دي عشان الدوله تفوق، عشان احنا نيجي بعد 10 سنين نلاقي الدوله مش مديونه. لان الدوله لو بقت مديونه بعد 10 سنين، لو فضلنا قاعدين الدنيا يزيد على الدوله، بعد فتره هنبص نلاقي الدوله فلست. طب هتعمل ايه؟ ما هي شايله كل حاجه، ومعظم الشعب قاعد ما بيشتغلش، حتى اللي بيروح يشتغل يعني السباك اللي بيروح يشتغل مرمى في اليوم ده وقاعد على القهوه 24 ساعه، ومجرد ما يروح يصلح حنفيه وبتاع، هو ده شغل؟ هو ده مش شغل؟ الموظف اللي بيروح يقعد ساعتين في الشغل بتاعه ويروح يشرب شاي وبتاع، هو ده شغل؟ ده مش شغل. المدرس اللي يروح يقعد في الفصل وما بيشتغلش وبتاع وعامل حسابه على الدروس الخصوصيه، هو ده شغل؟ ده مش شغل. وبعدين يجي شباب يقول لك احنا عاوزين نتعين، هتعين فين؟ تعين فين في الحكومه؟ هتعين فين؟ ما اللي متعينين اساسا مش منتجين، الا فئه صغيره، جزء صغير من الناس منتج في الحكومه والباقي قاعد كماله عدد، بس قاعد عشان الدوله ملتزمه انها ما تفصلهمش وتمشيهم ويتقطع عيشهم. لكن احنا كمصريين لازم نتحمل مسؤوليه، لازم لما يبقى في خطوات الاصلاح الاقتصادي لازم كلنا نبقى عارفين ان ده لصالح المصريين، لصالح الشعب المصري، صالح ابني وابنك واحفادنا. لان لو كنا فضلنا على الوضع القديم، لما كان ابنك يطلع وابني يطلع كان لقى بلد مش بلد، انا تعلن افلاسه. احنا مع خطوات الاصلاح الاقتصادي، ومع ان الشعب كله ينزل يشتغل، ومع المشاريع الجديده اللي تساعد الشعب المصري على الانتاج، مشاريع عملاقه. يعني مثلا مشروع الشهادات اللي هي كانت بال 20% اللي كان المصريين كانوا عايشين عليه. ناس كتير خلصوا فنشوا الشغل بتاعهم وحطوا ال 20% في الشهادات. طيب الشهادات دلوقتي بدات تخلص، يعني بدات السنه ونص بتاعتها بدات تخلص. انا بقترح ان الدوله
بدل ما كان كل واحد يروح ياخد فلوسه، ياخد واحد حاطط مثلا 10,000 ياخدهم، واحد حاطط 100,000 ياخدهم، كانت الدولة كانت تعلن عن مشروع كبير وكل المصريين يكتتبوا في هذا المشروع، يكتتبوا فيه. انا النهارده معايا 10,000 جنيه، كنت باخد عليهم 20%؟ لا، خد الحكومة، انت هتعمل مشروع ايه؟ انا هعمل مثلا مشروع انتاج الصوب، الصوب اللي كانت الدولة بتقول عليه، او مشروع انتاج استصلاح المليون ونص في الدهب. طيب الفلوس بتاعتي مع الدولة اهي، الفلوس دي زي ما هي، مليارات اللي كانت الدولة دي كانت حطاها في البنوك خلوها زي ما هي، ونعمل مشروع قومي عملاق، مشاريع، مشاريع عملاقة، مشاريع كبيرة، يبقى المصريين نفسهم هم اللي بيستصلحوا بلدهم، المصريين نفسهم بفلوسهم هم اللي بيساعدوا في الانتاج، هم اللي بيساعدوا في الاستصلاح، هم اللي بيساعدوا في صيانة شركات المية، شركات الكهرباء، شركات كذا. يبقى احنا بفلوسنا، لان لما البنك قال 20% لم مليارات، يبقى اذا الناس عندها استعداد ان هي تكسب، ده استعداد ان هي تخدم بلدها. فيعني بدأوا الحكومة ان هي تفكر في حاجة زي كده، مشروع عملاق قومي وطني لصالح المصريين كله، يبقى المصريين كلهم بيحبوا بلدهم، وبستثمر في بلدي، انا بستثمر في بلدي، انا سايب فلوسي اللي كنت هاخدها من البنك سبتها والدولة بتشغلها لي وبتديني برضو النسبة بتاعتي، بروح اخد النسبة بتاعتي من البنك، او باخد النسبة بتاعتي من اي مكان، المهم الفلوس بتاعتي ما تطلعش بره البنك. لان الناس اللي فلوسها بتطلع بره البنك، في ناس كتيرة ما بتعرفش تستثمر فلوسها، ما بتعرفش تستثمر فلوسها، مش تجار، فلا اما يصرفها، لا اما هيقابل حد ينصب عليه وياخدها منه، لا اما يضيعها في اي مكان، لا اما يروح يحطها في حتة عقار ويسقعه، يعني يروح يجيب الفلوس اللي خدها، اذا كانت تجيب مثلا شقة ولا تجيب حتة ارض ولا بتاع، يروح يحطها في حتة ارض وخلاص بقت ايه، اتسقعت، نوع من انواع برضو الاحتكار، لكن مفيش حركة. فكنا عايزين الفلوس دي برضو تشتغل عشان يبقى فيه حركة في البلد نفسها. في خبر بعد كده خاص بوزارة التموين، وزير التموين بيقول ان لن يضر اي فلاح من قرار زيادة اسعار الوقود. اكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه لن يضر اي فلاح من قرار زيادة اسعار المحروقات، مشيرا انه سيتم الاجتماع مع وزير الزراعة لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية. وأشار وزير التموين في مؤتمر صحفي مقر مجلس الوزراء أنه سيتم في الاعتبار في الأخذ في الاعتبار المتغيرات عند تحديد سعر بيع السلع الاستراتيجية. وتابع وزير التموين أن زيادة أسعار المحروقات الأخيرة كانت أمرا حتميا وليس هناك رفاهية للتراجع عنها. وقال الوزير الحمد لله أن احنا اتخذنا قرارات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا ان خدمة الدين العام وصلت الى 38%، وان المستفيد من دعم المواد البترولية هي الفئات الاكثر ثراء وليس الفئات المستحقة للدعم. يعني احنا معاك يا وزير التموين في ان الاصلاح الاقتصادي ده كان لابد منه، وان دعم المواد البترولية كان ناس اثرياء وناس يعني معهم فلوس ما يستحقوش الدعم ده. طب ما نفعل الكارت بتاع البنزين، نفعله، يبقى نفعل كارت البنزين. انا النهاردة بستهلك مثلا خمس تلت صفايح مثلا، يعني بستهلك 60 لتر او 100 لتر، الدولة تعمل مثلا ان انا لها 60 لتر بتدعم المواطن بيه، وفوق كده ياخد بالسعر اللي هو الرسمي بتاع البترول نفسه، والفئة او الطبقة الاثرياء في البلد ما يبقى لهمش كارت بنزين. يعني واحد غني ما يروحش ياخد كارت بنزين، هو من يروح يمول العربية بتاعته بالسعر اللي هو الرسمي بتاع البترول نفسه. يبقى الفئة اللي هي الفقيرة او المتوسطة بحدود الدخل يبقى لهم كارت بنزين، واحد معاه مثلا موتوسيكل يروح يمول بيه، واحد معاه عربية 128، عربية تحت ال 1300 سي سي 1600، اي عربية يروح يمون بستين لتر بتاعه بالدعم، وفوق كده بياخد بيدفع بالسعر الرسمي، بالسعر الرسمي كده. يبقى احنا منعنا الفئة
اللي هي الاثرياء او في الاغنياء من البلد ان هم ما ياخدوش ما ياخدوش دعم، والدعم يبقى مقصور على الطبقه اللي هي محدوده الدخل يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا عندنا في مصر حوالي 3 مليون توك توك. 3 مليون توك توك. ال 3 مليون توك توك دولت بيستهلكوا مواد بتروليه، بنزين. 3 مليون توك توك دولت، طب ما نرخصهم. حتى لو مش هنرخصهم في المرور، نرخصهم طبعا الوحدات المحليه. كل توك توك لو دفع في السنه، لو دفع في السنه بس 200 جنيه 200 جنيه في السنه، شوف هيدخل الخزنه بتاع الدوله قد ايه. يدفع بس 200 جنيه كل توك توك، عندنا اكتر من 3 مليون 4 مليون توك توك كمان. يعني اخر احصائيه بتقول ان هي 3 مليون و800. كل واحد يدفع 200 جنيه، شوف هيدخل في الدوله قد ايه. لان التكاتك دي بتاخد بنزين مدعم. يعني بتاخد بنزين مدعم، ولا بتدفعوا له ضرايب، ولا بتدفعوا تامينات، ولا بتدفعوا اي حاجه، ولا رسوم، ولا اي حاجه خالص. توك توك النهارده اللي لو دفع 200 جنيه بس، يعني 200 جنيه يعني تقريبا حوالي 18 جنيه في الشهر. يعني ما جابش نص جنيه في اليوم. يعني التوك توك لو دفع نص جنيه في اليوم هيدخل الدوله قد ايه؟ ونص جنيه ما يجيبش، ما يعملش حاجه مع بتاع التوك توك. فاتمنى في افكار وفي قرارات ممكن تساعد في 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 زياده الانتاج وفي زياده موارد البلد. يعني موضوع التوك توك ده مش عارف احنا يعني نايمين عليه بقالنا سنين، لو التوك توك عندنا بقاله سنين. يعني اتمنى برضو ان يبقى في راي في موضوع التوك توك ده وموضوع الدعم. لان النهارده حتى لو الفلوس بتاعت التوك توك ده جت، ممكن يعني ندعم بها الفلاح نفسه. يعني الفلاح. في خبر يعني اتمنى ان هو يكون حقيقي، ولو كان حقيقي يبقى دي تحيه لوزاره الزراعه. زراعه الارز الجاف يحل ازمه مصر في المياه. انا اول مره بصراحه اسمع عن موضوع الارز الجاف ده، لكن يعني اتمنى ان هو يبقى حقيقي. قال هيثم الحريري عضو مجلس النواب ان ازمه مصر في ملف المياه تحتاج الى حلول غير تقليديه. اهو نفس اللي انا بقوله، حلول غير تقليديه. كل حاجه محتاجه حلول غير تقليديه، حلول خارج الصندوق. واشار الى ان القانون الذي اقره البرلمان مؤخرا بشان تحديد المساحه المزروعه من المحاصيل المختلفه نص على غرامه وعقوبه بالحبس للمخالفين. وكذلك قرار الحكومه مؤخرا بتخفيض مساحات الارز من 1,800,000 فدان الى 700,000 فدان، ادى الى ارتفاع سعر كيلو الرز ل 13 جنيه بعد ما كان ب 7 جنيه. اضاف الحريري تقدمت بطلبي احاطه عن الارز الجاف الذي يتم ريه كل 15 يوم. الارز الجاف معناه ان في تقاوي معينه وبذور معينه من الرز. اكيد دي بتبقى نظام الهندسه الوراثيه، والعلماء طبعا هيبقوا فاهمينها اكتر مننا. الرز ده بيحتاج ري كل 15 يوم. ليه ما نعملش كده؟ يعني ليه ما نعملش حاجه زي كده، ويبقى في يعني نوع من انواع التطوير في فكرنا، ونخف الميه، يبقى الري كل 15 يوم. الرز الحالي الميه زي الترعه كده، بحر يعني. الرز لازم يتروى كل يوم. ادى في فكره، وادى في نائب عندنا الاستاذ هيثم الحريري بتقدم بيه، يا ريت الكلام ده يتاخد بيه. اهلا بحضرتك يا استاذ هيثم. اهلا بيك يا فندم. معانا الاستاذ هيثم الحريري عضو مجلس النواب، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. الطلب اللي حضرتك قدمته ده يعني يا ريت يتناقش، ويا ريت يتنفذ، ده لمصلحه مصر. فكنا عايزين برضو يعني حضرتك توضح للساده المشاهدين عملت ايه. يعني في البدايه كل سنه وكل المصريين طيبين بمناسبه تعيد الفطر السعيد باذن الله على كل مصر. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. ثانيا، هو الموضوع بقاله اقرب من 10 سنين، انه في احد الدكاتره في كليه الزراعه في جامعه الزقازيق دكتور سعيد سليمان يعني عمل بعض الابحاث على احد السلالات من الارز. هذه السلاله من الارز اسمها عرابي 1 و2 و3 و4. دي هنشتغل. الميزه الاولانيه ان انتاجيتها من الرز حوالي من 4 ل 5 طن في الفدان. الرز اللي بيتزرع دلوقتي حوالي 3.2 طن.
يعني تقريبا 3 يعني زيادة. مش بس بتوفر ميه، لا ده زياده في الانتاج كمان، زياده 30%. ده رقم واحد. رقم اثنين، بتستهلك كميه ميه 50% اقل. احنا حوالي 7000 متر مكعب للفدان، هذا السلاله من الرز بتستهلك حوالي 3500 متر مكعب. تمام. وبالتالي احنا في ازمه حقيقيه للميه، محدش يقدر ينكر ده. وزي ما حضرتك قريت من شويه انه مساحه الرز قلت من 1,800,000 فدان ل 700,000 فدان. تمام. ده طبيعي، لازم يرفع اسعار الرز، وممكن نواجه ازمه الفتره اللي جايه. تمام. ولو مش هنواجه ازمه، هنضطر ان احنا نعتمد على العمله الصعبه اللي موجوده لدى البنك المركزي، ان احنا نستورد رز من الخارج. فهي ان احنا ممكن نحقق بشكل حقيقي، مش مجرد كلام سياسي ولا كلام دعائي، اكتفاء ذاتي من الارز، وكمان نصدر الارز. يا استاذ هيثم، انا عايز بس اسال حضرتك سؤال يا استاذ هيثم. يا استاذ هيثم، بتستخدم نفس السلاله من الارز، وطبعا كلنا عارفين هي ما عندهاش لا نهر النيل ولا عندها مياه مصدر للمياه يقدر يغطي زراعه الارز، لكن هذه السلاله بتستهلك كميات من المياه اقل بكثير من السلكه سلاله الارز العاديه. طب انا اسال سؤال بس يا استاذ هيثم بعد اذنك. ادخل كراكه. بالنسبه لحضرتك للارز الجاف ده، او فكره الارز الجاف دي، فكره نهائيه ولا لسه تحت الابحاث؟ انا عايز اقول لحضرتك انه جرى زراعه حوالي 200,000 فدان حتى الان. يعني الزرعت اي فندم زرع، وفي مناطق اسكندريه كمان زرعتها. تمام. لكن احنا اللي طالبينه انه الامر يبقى من خلال مؤسسات الدوله، من خلال وزاره الزراعه، ان هي اللي توزع هذه التوابع على كل المزارعين في مصر. يبقى الامر 700,000 فدان كلهم يتزرعوا من هذه السلاله، ده هيفيد ان احنا هنستهلك اقل من كميه المياه اللي احنا المفروض نستهلكها دلوقتي، وهنعوض الانتاجيه كمان ب 30% زياده. ولو يعني في اراده سياسيه ان احنا نستعيد مساحه 1,800,000 فدان بتوع السنه اللي فاتت، استهلاك المياه المخصص السنه دي، اقول لحضرتك تاني، يعني نقدر نزرع 1,800,000 اللي كنا بنزرعهم السنه اللي فاتت بالميه المخصصه السنه دي ل 700,000 فدان. اعتقد يعني مفيش حلول نقدر نوفرها للحكومه افضل من دوت، عشان نحل مشكله الميه، وفي نفس الوقت نحل سلع من السلع الغذائيه الرئيسيه زي الرز. ونفس الامر موجود على فكره في القمح. وانا يعني شايف ان وزاره الزراعه يعني من الوزارات المهمه جدا والحيويه جدا، ولازم تبقى ليها اولويه في الفتره اللي احنا عايشين فيها. تمام. استاذ هيثم الحريري، انا بشكر حضرتك جدا، بشكرك عضو مجلس النواب. وزاره الزراعه من الوزارات الحيويه جدا 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 كمان. يعني احنا اساسا دوله زراعيه، يعني احنا كمصريين، مصر اساسا دوله زراعيه. فوزاره الزراعه مهمه جدا جدا جدا، وعايزين وزير الزراعه الجديد والقائمين على الزراعه في مصر واصلاح الاراضي ان هم يهتموا بالزراعه ويجيبوا لنا افكار جديده خارج الصندوق. لان النهارده وزاره الزراعه فيها حوالي 25 مديريه على مستوى الجمهوريه، مديريه الزراعه في المحافظه، تحت منه وكيل المديريه، تحت منه ادارات في المراكز، مراكز بتاعت المحافظه نفسها، ادارات، مدير اداره، وتحت مدير اداره حمايه اراضي، وتحت مدير حمايه الاراضي مش عارف ايه، وتحت مش عارف موظفين قاعدين ما بيعملوش حاجه. يعني عندك في وزاره الزراعه في قسم اسمه قسم حمايه الاراضي. حمايه الاراضي ده الاراضي بتاعتنا كانت 12 مليون فدان، دلوقتي بقت 6 مليون. قسم حمايه الاراضي ده ما بيعملش حاجه، شغل موظفين روتينيين قاعدين، ما فيش ابتكار، ما فيش افكار. مصر ارض طينيه، لو زرعت فيها اي حاجه تطلع. فيش وزاره الزراعه النهارده اذا ما كانتش تاخد بالافكار الجميله زي الارز الجاف فكره، وفي افكار كتيره موجوده عند العلماء، لكن فكره الارز الجاف ده اللي بتروى كل 15 يوم هيوفر نص استهلاك الميه في الرز، وبدل ما نستورد رز من بره يبقى عندنا وندفع عمله صعبه، يبقى عندنا الرز بتاعنا موجود. والفكره دي انا بدعو وزير الزراعه وبدعو السادة المسؤولين عن الزراعة في مصر لتطبيقها، خصوصا ان الاستاذ هيثم الحريري عضو مجلس النواب بيقول ان دي اتطبقت في اسكندرية واتطبقت في محافظات كتيرة، وبتجيب انتاجية في الطن اكتر من الطن العادي، من الرز العادي. يعني نتمنى ان يبقاش في تعنت لوزارة الزراعة في تنفيذها، رغم ان الاستاذ هيثم الحريري بيقول رغم تجربته في عدد من الافدنة ونجاحه، ان وزارة الزراعة تتعنت في تنفيذه.
نتمنى ان يعني حاجه زي كده بدل ما نستورد الرز يبقى عندنا الانتاج بتاعنا موجود. طبعا احنا الفتره اللي فاتت سمعنا يعني شائعات كتير، والشعب المصري بيحب يطلع شائعات، فمن ضمن الشائعات قالوا ان في 150 جنيه على رسوم على دفن الموتى، وطبعا ده من ضمن الشائعات، والشائعات ديت ممكن يكون مصدرها ناس ما بيحبوش البلد، يعني في زيادة المواد البترولية ممكن يوم جايب لك ايه 3 4 اخبار في وسط زيادة المواد البترولية غير حقيقية. فمن ضمن الاخبار الغير حقيقية ان في 150 جنيه على دفن الموت. نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من انباء عن فرض رسوم قدرها 150 جنيه على دفن الموتى. وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لم يتم فرض أي رسوم على تصريح دفن الموتى، كما أنه لم يصدر عنها أي قرار أو حتى تصريح تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحا أن تصريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانا بدون أي رسوم. مجانا بدون اي رسوم، تصاريح الدفن وشهادة الوفاة مجانا بدون اي رسوم. نقولها تاني، تصاريح الدفن وشهادة الوفاة مجانا بدون اي رسوم. الا ان الهدف من تداول هذه الشائعات هي اثارة البلبلة لدى الرأي العام، اثارة البلبلة. وبعدين حتى لو يعني تصاريح الدفن، طب نفترض واحد مات وملوش اهل، يجيب ال 150 جنيه منين؟ يعني الناس اللي بتفكر هي الدولة خلاص عاوزة يعني عاوزة تذبح الميت كمان. دي شائعة انا حبيت بس اوضحها علشان يبقى ايه يعني الناس تبقى عارفة عشان ما ننجرفش ونمشيش ورا اي شائعات موجودة هدفها بلبلة الرأي العام. في خبر معانا كمان خاص بأسئلة الفيزياء بتاع الثانوية العامة. التعليم تحقق في شكاوى الطلاب حول ترتيب أسئلة الفيزياء. في بعض الطلاب تضرروا من ترتيب أماكن الأسئلة في امتحان الفيزياء الذي أدوه بالأمس، وجاءت شكاوى الطلاب حول وجود مجموعة من الأسئلة في كراسة امتحانات موجودة بعد المسودة، وهو ما لم يلحظوه إلا بعد انتهاء زمن الامتحانات امتحان، مما جعلهم لا يجيبون على تلك الجزيئات. ويعقد الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحانات اجتماعا مع المسؤولين عن امتحان الفيزياء لمعرفة حقيقة الامر. فيعني نتمنى التوفيق لولادنا، ونتمنى ان شاء الله ان حتى الطالب كمان لو في يعني في اسئلة في موجودة تحت او اسئلة في الظهر او اسئلة في حاجة، هو الطالب المفروض بيمسك الورقة بيبص فيها بوش وظهر، يعني ده يعني طالب نسى يبص على السؤال ازاي، يعني مش فاهم. لكن برضو يعني اتمنى برضو في من وزارة التربية والتعليم ان هي تركز وتوضح ويبقى الاسئلة واضحة ومكانها واضح ومفيش اي لخبطة عشان الطالب نفسه ميبقاش عنده حجة. في خبر معانا خاص بالمعاشات والاجور. وزير المالية زيادة المعاشات 15% والأجور ترتفع أول يوليو. أعلن محمد معيط وزير المالية أنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات من 500 إلى 750 جنيه، وكذلك زيادة الأجور أول شهر يوليو. وأضاف الوزير أن الدولة حرصت على رفع حد الإعفاء الضريبي في حدود الدخل من 7200 الى 8000 جنيه، ورفع حدود الخصم الضريبي على الدخل للجميع الى نسبة تصل الى 85%، لافتا الى ان هذه الاجراءات في ضرائب الدخل ستكلف الخزانة العامة ما يقترب من 60 مليار، كما وجه جزء من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات التعليم والصحة. في خبر كمان خاص بتسريب امتحانات الثانوية العامة. نجحت الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات بوزارة الداخلية في ضبط عدد من القائمين على نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عقب بدء اللجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لإحكام السيطرة
ومتابعة امتحانات الثانوية العامة ورصد كافة الصفحات التي تقوم بنشر الأسئلة والإجابات الخاصة بالامتحانات أو الإخلال بمنظومة الامتحانات. ورصدت المتابعة قيام الصفحات المسماة بشومينج بيغش الثانوية العامة. شومينج بيغش الثانوية العامة ده 500 موقع على الفيسبوك و500 موقع على جوجل، ده نصب، يعني ده نوع من أنواع النصب اللي هو شومينج بيغش الثانوية العامة. يقول لك ابعت لي كارت ب 50 جنيه، لا ابعت لي كارت ب 300 جنيه، لا ابعت لي 400 جنيه، ده نوع من النصب. واحنا بنحذر اولادنا من المواقع اللي موجوده على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع اللي موجوده على الانترنت ان هي بتوهمك ان هي بتجيب لك اسئله الامتحانات بتاعه الثانويه العامه، ده نوع من انواع النصب، وده بيبقى يعني بيطلب منك فلوس عشان تبعت لهم. فعقب تقنين الاجراءات التي تم استهداف المذكورين بعده اكمنه اسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم اجهزه هواتف محموله، بفحصهم تبين وجود دلائل تشير الى ادارتهم من تلك الحسابات وتم اتخاذ الاجراءات. حتى لو في تسريب للامتحانات، يعني حتى لو في تسريب امتحانات زي ما الدكتور رضا قال قبل كده، يعني قال ان التسريب بيتم بعد بدء الامتحان، يعني الامتحان النهارده الساعة 9 وربع، ممكن طالب يصور الامتحان ويبعته عن طريق النت، يكون دخل بالموبايل ولا حاجة، أو ممكن ملاحظ أو مراقب أو أي حاجة، لكن معظمهم بيبقى من الطلبة، التسريب بيتم من كده، فبيقوموا منزلينه على طول على الإيه؟ على الموقع بتاعهم عشان يقنعوا الطلبة إن هم عارفين الامتحان قبل منها، لكن التسريب مش بيتم إلا من بعد الامتحان نفسه. في بعض المحافظات تم وقوف أولياء الأمور في وقفات احتجاجية احتجاجا على تنسيق الثانوية العامة. احتجاجا على تنسيق الثانوية العامة. نظم العشرات من أولياء الأمور بعدد من المحافظات على رأسها محافظة الغربية وقفة سلمية احتجاجا على تنسيق الثانوية العامة لهذا العام 2017-2018. الطلبة اللي هم طالعين من الإعدادية هيتخشوا الثانوية، المجاميع بتاعتهم يعني مش هتدخلهم، فأولياء الأمور وقفوا وقفة احتجاجية في وخاصة في محافظات الغربية. وأكد أولياء الأمور المحتجين أن التنسيق العام غير منصف، وخاصة أنه يبدأ من 232 درجة والمجموع 280 درجة مقارنة بالعام الماضي حيث كان المجموع من 300 والتنسيق يبدأ من 232، مشيرا إلى أبنائهم اجتهدوا وبالتالي ليس من العدل أن تكون هذه جائزتهم، مضيفا إلى أن المدارس الثانوية الخاصة تكلفتها عالية وليس في وسعهم احتمالها. ده خبر من ضمن الاخبار. في خبر بعد كده هنقوله خاص بتسريب البترول بخط سولار القاهرة اسيوط في بني سويف. حصل في تسريب للسولار، خط تسريب بترول اليوم الاربعاء بخط انابيب السولار القاهرة اسيوط المار غرب بني سويف نتيجة تآكل في الخط نجم عن وجود صدأ في المواسير، يعني نجم عن وجود ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو الصيانة البنية التحتية. مصر قديمة، مصر بلد بقالها يعني مش آلاف السنين، والخدمات اللي موجودة والبنية التحتية اللي عندنا دلوقتي تهالكت. يعني بيقول لك ان التسريب نجم عن وجود صدأ في المواسير، الماسوره صدت فنجم عنها تسريب، فعاوزين صيانه للبنيه التحتيه دي، عاوزين يحصل نوع من انواع التطوير لكل الخدمات عندنا، لسكه الحديد يحصل لها تطوير، التعليم يحصل له تطوير، مباني مدارس اللي احنا مدارس الحكومه دي لازم يحصل لها تطوير، المستشفيات لازم يحصل لها تطوير، المؤسسات التعليميه كلها لازم يحصل لها تطوير. كده طبعا انا وصلت لنهاية اخر خبر في حلقتنا اليوم، اتمنى ان هي تكون حلقة عجبتكم، والى اللقاء اليوم الاربعاء القادم الساعة 6 مساء. كان معكم عماد الصديق.